إذا كنت مشترك في قناتي عشان فيديوهات التوب 10 فهذا الفيديو ما راح يهمك. هالفيديو موجه لنصف مشتركيني المشتركين عشان كول اوف ديوتي زومبي، فالفيديو القادم او اللي بعده ان شاء الله راح يكون فيديو توب 10، واذا كنت مشترك عشان الزومبي فيلا استمتع. اقل من 6 ايام وراح تنزل كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور وراح نلعب الزومبي اخيرا. في كتير معلومات خرافيه ورسميه نزلت اخر فتره بس ما قدرت اغطيها لاني كنت شوي مضغوط، فان شاء الله بهالفيديو راح اغطي كل هالمعلومات بشكل مختصر. ومو بس زومبي، نيوك تاون راح ترجع مثل ما شايفينها قدامكم حاليا. بهالفيديو راح نتكلم عن كل هالمعلومات، بس تنويه بسيط، اتمنى تشتركوا في قناتي الثانيه، جدا مهم بالذات اذا كنت مشترك عشان الزومبي، لانه بس تنزل كولد وور راح افتح بثوث مباشره نلعب فيها الزومبي على القناه الثانيه، وراح انزل شروحات على القناه الثانيه، شروحات كيف تفتح الكهرباء، كيف تبني السلاح او شيء من الكلام، بينما الشروحات الاساسيه نفس حل اللغز وغيرها راح تكون بهالقناه، بس الشروحات الصغيره اول باول على القناه الثانيه. فاول لينك بالوصف او فوق على اليمين، روح اشترك فيها حاليا بعدين ارجع وشوف الفيديو. ويلا خلينا نبدا. قبل ما نبدا بس حاب انوه انه هالفيديو برعايه شركه AOC. اللي ما بيعرف AOC هي حاصله على جائزه افضل شركه مصنعه لشاشات الجيمنج. نفس الشاشه شايفينها قدامكم حاليا اللي هي AOC CQ27G2، هاي تعتبر من افضل بادجت مونيتور الموجوده بالسوق. البادجت مونيتور يعني شاشات الالعاب اللي سعرها رخيص. حجم الشاشه 27 انش وشاشه كيرف او منحنيه بانحناء 1500 ار في اي بانل. ديسبلاي او دقه الشاشه هو 2560x1440 اللي هو 2K، والشاشه بتدعم ريفرش ريت 144 هرتز، فجدا مناسبه لالعاب الشوتر نفس كول اوف ديوتي، ببجي وفورتنايت اللي تحتاج فريمات عاليه. وكمان الشاشه مناسبه للبلاي ستيشن 5. ولو بدك تستعمل الشاشه على بي سي او لابتوب العاب فالشاشه فيها خاصيه الجي سينك اللي هي لما توصلها باي جهاز فيه كرت شاشه انفيديا الشاشه راح تضبط الاعدادات بشكل اوتوماتيكي لتعطيك اعلى ريزولوشن، وفيها خاصيه الادابتف سينك اللي تضمن لك تلعب العاب بدون اي تقطيع. والريسبون تايم او سرعه الاستجابه بالشاشه هو 1 ملي سكند او 1 جزء من الثانيه، واللي تعتبر نقطه جدا مهمه لالعاب الشوتر. والشاشه بيجي معاها ستاند بخليك تتحكم فيها على راحتك. واخيرا الشاشه بتحجب 90% من اشعه الجامت، فبالتالي راح تعطيك الوان جدا جميله. وكل هالمواصفات اللي ذكرتها مقابل سعر 1399 درهم او ريال سعودي. فاذا مهتم تعرف معلومات اكثر عن الشاشه شيك اول لينك موجود بالوصف. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، اول شيء الموسيقى اللي عم تسمعوها حاليا، الموسيقى الموجوده بالباك جراوند او الخلفيه، هي موسيقى الزومبي الجديده، جدا رهيبه. اذا بدك تسمع الموسيقى فقط بدون صوتي فوقها فشيك الرابط اللي موجود اسفل الفيديو بالوصف. طيب، تسربت تروفيات كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور بالكامل على البلاي ستيشن. في تروفيات عن طور القصه، عن المالتي بلاير وعن الزومبي، فما راح اذكر القصه ولا المالتي بلاير، راح اذكر فقط الزومبي. اول في عندنا يا انداي ماشين فورج ذا باكا بانش ماشين، انه بماب الزومبي القادم داي ماشين نصنع اله الباكا بانش، فهي معلومه جديده. هالمره رح نضطر انه نصنع اله الباكا بانش، ما رح تكون موجوده جاهزه. اظن بعض مابات الزومبي بالماضي كان في بعض المابات اللي لازم نصنع اله الباكا بانش، نفس اظن ماب ترانزيت، فهذا مو شيء جديد كليا. بعدين التروفي اللي بعده اسمه كورب دي اي اي ام انداي ماشين فري ذا لوست، واسمعوا هالاسم الطويل، هذا اسم سلاح القادم، دي كومبرسيف استوبتيك انستريجمنت ماشين، هذا اسم السلاح القادم او بالاختصار اول حرف من كل كلمه دي اي اي ام. فالكاتبينه انه لازم نحرر هالسلاح، ومثل ما شايفين الصوره حاطين السلاح وعليه مثل قفل باللون الاحمر، فشكله راح يكون مربوط بشي مكان، لازم نسوي شويه تحديات عشان نفكه. نحن شفنا بالاعلان انه بيطلع لنا من البوكس، فاظن انه اول شيء لازم نحرره وشخص ياخده، بعدين بعد ما نحرره راح يطلع من البوكس للاعب ثاني. وفي تسريب بس مو مؤكد انه هالسلاح راح يكون له اربع تطويرات، نفس استافات اورجنز ونفس اقواس بدير ايسندرا. بعدين التروفي اللي بعده هو على الاكثر تروفي حل لغز الماب، اللي هو اسمه انداي ماشين كلوز ذا ريفت، انه بماب داي ماشين سكر البوابه، البوابه اللي شفناها مثل الكره لونها بنفسجي اللي هي بوابه بين الدارك ايثر والعالم الحقيقي، فشكله هذا تروفي حل اللغز، لنحل اللغز لازم نسكر هالبوابه عشان نوقف انه الدارك ايثر ينتقل للعالم الحقيقي، ونوقف انه الزومبي يجوا على ماب داي ماشين. فكلمه ريفت سمعناها كثير بزومبي وبالذات في زومبي بلاك اوبس 2، بماب دايرا
رايس بنسمع ستولنجر كتير بتكلم عن الرفت انه عم يستعملوه ليتنقلوا بين الاماكن اللي هو مثل البوابة او تليبوتر او شيء من الكلام. ببارد لما نحل غز ماكسس بنسمع ذا رفت، وكمان بشادو اوف ايفل بنسمع كتير شادو مان عم يحكي لنا عن ذا رفت انه هي مثل البوابة اللي بيستعملوها الجيت كيبرز لينتقلوا بين العوالم. فاي الرفت هي البوابة بين الدارك ايثر والعالم الحقيقي بماب داي ماشين، ولنحل اللغز لازم نسكر هالبوابة. التروف اللي بعده اسمها ابجريد اسكيل او طور تطويره واحده، مو قصدهم تطويرات سلاح، لا قصدهم تطويرات البركات او السكور ثريك اللي رح تصير من منيو من برا الجيم. ما رح اتكلم حاليا بالتفاصيل، بعد شوي رح اتكلم عن البركات وتطويرها ورح اذكر شو يعني السكيل. فاي في تروفي مجرد منك تطور بيرك تطويره واحده، بعدين في تروفي انك تذبح 100 زومبي وانت على جناح الطياره اللي شفناه بالاعلان، في تروفي انك تضل 15 راوند جوا اليارد. ما نعرف شو هو اليارد بس اظن هو غرفه البدايه بناخد دير انتوتن او بنايه ناخد دير انتوتن بشكل كامل، ضل فيها 15 راوند بدون ما تطلع. بعدين عندنا تروفي كرافت 14 ايتم ان 1 ماتش اللي هو انك تصنع 14 شيء بجيم واحد، وهذا بدلنا انه في كتير اشياء فينا نصنعها جوا اللعبه. 14 ما اظن تاريخ الزومبي كله عدت الاشياء اللي نصنعها فوق الخمسه او سته، فحاليا كاتبين 14 شيء بجيم واحد. وعندنا تروفي انه نطور جميع البركات للمستوى الثالث، بعد شوي رح اتكلم عن البركات اكثر. بعدين في تروفيات كثير عن الديد اوبس اركيد ما رح اذكرها لانه اعرف عدد كبير ما يهتم فيها، بس اذا بدك تشوفها وتقراها وانجليزيتك منيحه فشيك اللينك الموجود بالوصف، كلها موجوده بالانجليزي. طيب وحاليا خلينا نتكلم على البركات. عندنا 6 بركات وهالكلام رسمي 100% اللي هم جاجرنا، كويك ريفايف، سبيد كولا، ستامين اب، ديد شوت، داركري، وبيرك جديد باسم اليمنتال بوب. كل بيرك له 3 تطويرات، سمعنا بالتسريبات من زمان انه كل بيرك له 5 تطويرات وكل التسريبات طلعت صحيحه، فاظن انه فعليا كان كل بيرك له 5 تطويرات بعدين شالوها وخلوها 3 تطويرات، واظن بالمستقبل او مع كل ماب يزيدوا تطوير لكل بيرك. تطوير البركات رح يكون من المنيو، يعني قبل تفوت على الجيم بتطور البركات مو جوا اللعبه، والتطويرات رح تكون بيرمننت او تطويرات ابديه، انه مجرد ما تطور بيرك رح يضل مطور معك دائما، فاظن تطويرات ما رح تكون سهله. وحسب مكاتبين تطوير البركات هو عن طريق شغله اسمها الكريستال، هي نفس الليكويد ديفينيوم اللي كان عندنا اياها ببلاك اوب 3 اللي طلعها باللعبه بعدين تطلع وتفتح فيها علكات، هو نفس الشيء اسمه ايثيريال كريستال، بنجمعها جوا اللعبه وبعدين برا الجيم بنروح بنطور فيها البركات، وبنطور فيها كمان الفيلد ابجريد او السبيشاليست رح نتكلم عنهم بعد شوي، وبنطور فيها كمان تطويرات السلاح. بتتذكروا بالزومبي من زمان عندنا تطويرات للسلاح اللي هي نار او تيرند او كهرباء، فهالتطويرات فينا نطورها كمان من المنيو، نفس الفيلد ابجريد ونفس البركات، هالاشياء كلها باستعمال الايثيريال كريستال. طيب حاليا خلينا نتكلم على كل بيرك شو يسوي بدون اي تطوير، يعني البيرك الاساسي الجاجرنات راح يزيد الهيلث عندك ب 50، فاظن الهيلث عندك راح يكون 150 لما تشرب جاجرنات راح يصير 200 ويصير عندك ضربه اضافيه، نحن متعودين الجاجرنات بيكون ضربتين اضافيه بينما هون ضربه واحده اضافيه فقط، فاظن مع التطويرات راح يزيد اكثر، ما حكونا لما نطور الجاجرنات شو راح يعطينا. بعدين عندنا الكويك ريفايف، الكويك ريفايف راح يخلي الهيلث عندك يعبي 50% اسرع نفس بلاك اوبس 4، ولو عم تلعب مع اصحابك سرعه الريفايف راح تزيد بسرعه 50% نفس بلاك اوبس 4 بالضبط. السبيد كولا راح تزيد سرعه الريلود عندك 15%، الاستامين اب كاتبين راح يزيد سرعه الرقد عندك وتمشي لمسافات اطول، ما لهم كاتبين 15 او 50%، فاظن الاستامين اب خلاص شيء واحد، باقي التطويرات ما لها علاقه بالمشي، تطويرات ثانيه مثلا مثل التطوير الثاني للاستامين اب راح يخليك ما تاخذ فول دامج، يعني لو طحت مكان عالي ما تتاثر. بعدين عندنا بيرك الديد شوت هو نفسه بخليك تقيم على الهيد شوت. بعدين عندنا بيرك الاليمنتال بوب اللي هو البيرك الجديد اللي هو راح يخلي اسلحتك فيها اليمنتال نفس النار او الكهرباء، نفس التطوير ببلاك اوبس 4 وبلاك اوبس 3. وكاتبين لنا الشركه شو التطويرات لبيرك الاليمنتال بوب، كاتبين لنا شو التطوير الاول الثاني والثالث فقط للاليمنتال بوب عشان يعطونا مثال فيه كيف راح تكون تطويرات باقي البركات. التطوير الاول راح تصير عندك القنابل عندها فرصه ان تعطي افكت اليمنتال، يعني عاده متعودين السلاح يعطيك نار او كهرباء، بس لو طورتها لاول تطوير القنابل راح تصير عندها فرصه، يعني ترمي قنبله عاديه فجاه تلاقي هالقنبله طلعت نار او عاصفه وذبحت كل الزومبي. التطوير الثاني راح تزيد احتماليه انه يطلع عندك طلقه اليمنتال بنسبه 20%، فراح تزيد فرصه انه يطلع لك نار او كهرباء او غيره. والتطوير الثالث صراحه ما فهمته، فاتمنى لو حد فهمه يساعدنا بالتعليقات، بس اللي كاتبين انه وقت يطلع لك مود عشوائي نار او كهرباء او غيره راح تعمل السكيل تير الخاص فيك بدل البيس. صراحه ما فهمتها، بس اظن انه لما توصل للتطوير الثالث فينك انت تحدد بدك كهرباء بدك نار او كذا بدل شيء العشوائي، ماني متاكد، فاتمنى تساعدونا بالتعليقات. اوكي وحاليا خلينا نتكلم على الاسلحه. كل سلاح راح يكون له 5 انواع، يعني خلينا نحكي مثلا سلاح AK-47 راح يكون في منه 5 انواع سواء اشتريته من الحيط او اخذته من البوكس، يعني لما تروح تشتريه من الحيط انت وحظك يمكن يطلع لك شيء كويس او شيء سيء، يعني الحيط نفسه عشوائي والبوكس كمان عشوائي. الخمس انواع هي كومن لود اوت اللي هو اضعف شيء
شيء اللي هو انت تضبطه من برا، انت من برا مضبط على الاي كي، فلما تدخل الجيم يطلع لك مثل ما انت مضبطه، وهذا اضعف شيء. بعدين عندنا الانكومن اللي هو على ما اظن اللون الاخضر، اللي هو سلاح هم مضبطين اتاتشمنت عليه بشكل عشوائي، يكون عليه 4 أو 5 اتاتشمنت، ويكون الدمج فيه اعلى من السلاح اللي انت مضبطه اللي هو الكومن. بعدين عندنا الرير او النادر اظن باللون الازرق، راح يكون عليه اتاتشمنت اكثر وبيعطي دمج اعلى. بعدين عندنا الايبك اظن باللون البنفسجي، واخيرا الليجندري اللي هو باللون الاصفر. الليجندري راح يكون عليه 8 اتاتشمنت، وراح يكون الدمج فيه 3 اضعاف الدمج العادي، راح يكون الدمج فيه زياده 300%. وقلنا قبل انه حاليا بتضبط سلاح من برا وبتبدا فيه الجيم، هذا راح يكون اضعف شيء، راح يكون الكومن. يعني صحيح انك مضبط سلاح وبلشت بسلاح قوي، بس راح يكون معاك لراوند 10 11، بعدين خلاص راح يصير جدا ضعيف، ولازم تطلع نسخه مطوره منه من البوكس او تشتري من الحيط. ومطور الزومبي نفسه كتب انه هو صار له بيلعب زومبي فوق العشر سنين، وهي اكثر مره بيستمتع فيها من البوكس، لانه نحن قبل نستمتع من البوكس لما يطلع لنا سلاح الماب او شيء ثاني، بينما حاليا راح تستمتع لما يطلع لك سلاح الماب، وراح تستمتع لما يطلع لك سلاح لونه اعلى سواء ليجندري او ايبك. بعدين عنا الفيلد ابجريد او السبيشالست، ذكرناها بفيديو التسريبات وطلعت صحيحه، كمان تضبطها من برا الجيم، بس لما تفوت على الجيم لازم تبنيها نفس بلاك اوب 3، مو نفس بلاك اوب 4، ما راح تبدا وانت معاك اياها، لا جوا الجيم لازم تبنيها او تشتريها او تسوي شيء معين عشان تطلع لك. وكمان فينك تطورها من المنيو باستعمال الاثيريال كريستال نفس البركات. فعنا 5 سبيشالست او 5 فيلد ابجريد. اول شيء عنا الفروست بلاست اللي شفناها بالاعلان، اللي هي تطلق مثل عاصفه بتقتل الزومبي اللي داخلها، واي زومبي قريب منها راح يصير جدا بطيء وراح ياخذ دمج خفيف. بعدين عنا الهيلينج اورا، لما تستعملها بيجيك مثل ليزر من السماء عليك وعلى كل الفريق، وبيخلي الهيلث عنكم فل على طول، فهاد لو كنت محشور او شيء فينك تستعملها. وتطوير الهيلينج اورا راح يعيش كل اصحابك الميتين. انا حاليا قاعد احكي لكم السبيشالست الاساسي، بس كل سبيشالست له تطوير معين، بس هم ذاكرين فقط تطوير الهيلينج اورا كمثال، راح يعيش اصحابك الميتين كلهم حتى لو كانوا بعيدين عنك، نفس العلكه اللي كانت ببلاك اوب 3 وبلاك اوب 4. فشيء حلو انه حاليا هالشيء صار اساسي. بعدين عنا انرجي او لغم طاقه، اللي هو لغم تحطه بمكان معين، ولما يقرب من الزومبي راح ينفجر ويعطي انفجار جدا قوي يذبح كل الزومبي القريبين منه. بعدين عندنا رينج اوف فاير، اللي هو بتسوي مثل دائره من النار، واي واحد داخل هالدائره انت او من اصحابك راح يصير عنده الدمج عالي جدا، راح يصير الدمج اضعاف الدمج العادي. فحلو اذا بدك توصل راوند عالي باستعمال الكامبرا، نفس انك توقف مكان معين وتضل تدبح الزومبي يجوك من جهه واحده، فهالخاصيه راح تكون جدا مفيده بالنسبه لك. واخيرا عندنا الايثر شراود، اللي بيخليك مخفي من الزومبي بمدة 5 ثواني، واللي شفناها كمان بالإعلان. تذكروا هاي كلها الخصائص أساسية، كل فيلد أبجريد إله تطويرات زيادة. أوكي حاليا خلينا نتكلم على الكل ستريك أو السكور ستريك. حسب ما فهمت إنه بيطلعوا لك من البوكس جوا اللعبة، بس ممكن في طريقة أخرى إنك تطلعهم سواء تشتريهم بالجيم أو تبدأ مع واحد. فالمهم السكور ستريك هم 5، أول واحد اسمه كومبات بو، اللي هو راح يكون عندك بو أو قوس جدا قوي. بعدين سنتريجان شفناها بالإعلان، وور ماشين شفناها بالإعلان، شوبر جنر شفناها بالإعلان، أو سيلف ريفايف اللي هي إنك تعيش حالك، هي تعتبر سكور ستريك. فبالنسبه لتشوبر جنر كاتبين انه بس تستعملها اذا كنت جيم سولو، فراح تكون محمي من الزومبي مده 15 ثانيه. فيعني لا تخاف اذا مثلا انت بسولو راح تقول لو حطيت تشوبر جنر راح اموت على طول، ما راح تلحق تجي الطياره تحميني، فلا راح يكون عندك حمايه من الزومبي مده 15 ثانيه. وحاليا خلينا نتكلم عن الدرع. خلاص ما عندنا الدرع اللي كنا متعودين عليه بتاريخ الزومبي، اللي تلط قطع تبنيها وتحطها على ظهرك، لا حاليا الدرع صار نفس الوور زون، اللي هو صفائح حديديه تحطها جوا البدله تبعك. الدرع نفسه له تطويرتين، بس ما نعرف كيف رح نطورهم، هل من برا الجيم او جوا الجيم. الدرع رح يجيك من انك تدبح الزومبي، لما تدبح زومبي رح يطيح منهم درع وفينك تاخده، او ممكن فينك تشتريه، بس هم الذاكرين بالموقع انه لما تقتل الزومبي رح يطيح منهم درع وفينك تاخده. لما تاخذ الكاربنتر اللي تعمر الحيطان كلها رح يخلي لك الدرع عندك ماكس، نفس بلاك اوبس 4 رح يصلح لك الدرع. شفنا لقطه بالاعلان انه احد الزومبي لما مات نزل منه بدله درع نفس تبع البلاك اوت، فاظن هي لما تاخذها رح يعبي لك الدرع فل او شيء من الكلام. وكمان لما تدبح زومبي راح ينزل من عندهم اسلحه او قنابل، او راح ينزل منهم اشياء تستعملها عشان تبني اشياء تانية بطاوله بناء، نفس مونكي بوم او درع. فيا اما راح ينزلوا لك اشياء جاهزه تاخذها، يا راح ينزلوا لك اشياء تجمعها عشان تبني فيها بعدين. وتكلمنا قبل عن نظام الاكسفل، اللي هو انه حاليا لو وصلت راوند عالي وبدك تنهي الجيم ما في داعي انك تنتحر، لا في شيء بتسويه لو سويته ونهيت الجيم راح يعطوك جوائز خرافيه. الشيء اللي هو الاكسفل، اللي هو مثل الراديو بيكون بغرفه البدايه، لازم اللاعبين كلهم
كلهم يصوتوا على هالشيء. يعني ما فينك انت مثلا تخرب على اصحابك وتروح تسويها، لا لازم كل اللاعبين يجوا يضغطوا مربع. لو سويتها راح تجي هليكوبتر بنهايه الماب وعندك دقيقه او دقيقتين انك توصل لعندها، وراح يكونوا اعداد وقوه الزومبي ضرب 11. فيعني نفس اكستنشن بكول اوف ديوتي جوست اللي لحق عليها، ولو عديتها ووصلت للهليكوبتر وطلعت من الماب راح يعطوك اكس بي مضاعف، وراح يعطوك ايثيريال كريستال مضاعف. ايثيريال كريستال هو اللي تطور فيه البركات والفيلد ابجريد والاشياء هي كلها، فشيء جدا خرافي. بعدين عندنا هالصوره الجديده شايفينها قدامكم، هاي الشركه حطوها على حسابها مع تويتر، وهي صوره فريق روكويم. مثل ما قلت بالفيديوهات السابقه انه راح نلعب بشخصيات اوبريتر، شخصيات الملتي بلاير، بس ما راح يكونوا عشوائيين، لا راح يكونوا فريق من الاف بي اي بقياده ويفر. فهي هي صوره الفريق مثل ما شايفين قدامكم، والشعار صراحه شكله جدا رهيب. بعدين عندنا هالصوره شايفينها قدامكم كاتبين شو الاشياء اللي راح تنزل مع اول شهر من نزول اللعبه. اول شيء كاتبين انه الموسم الاول والوورزون راح يبداوا بعد شهر، فبعد شهر الوورزون راح يصير مع بلاك اوبس كولد وور. كاتبين انه راح يكون عندنا مودات جديده للزومبي راح تنزل، نيو زومبيز مود، مو مابات لا، مودات جديده. وعندنا نيوك تاون مثل ما شايفين قدامكم حاليا، نيوك تاون 84، نيوك تاون صار صحراء شكلها جدا رهيب صراحه. بعدين عندنا نظام البرستيجات الجديد. مثل ما بتعرفوا مودر وورفير ما فيها برستيجات، مودر وورفير نظام ليفل توصل 150، بعدين لما يبدا سيزون جديد يرجعوك 55. فحاليا عملوا نظام خليط بين الاثنين اللي هو نفس مودر وورفير، كل موسم ترجع لليفل 55، ونفس الوقت في برستيجات. البرستيج الاول من ليفل 1 ل 50، البرستيج الثاني لليفل 99، والبرستيج الثالث لليفل 100 وتوقف. وبس يبدا سيزون جديد راح يرجعوا ليفلك لل 55، بس راح تضل محافظ بعلامه البرستيج اللي وصلتها، وراح يفتحوا لك 3 برستيجات جديده، وكل موسم فينك توصل للبرستيج ماستر اللي هو ليفل 1000. فصراحه شكله شيء جدا صعب، بس شيء حلو انه عملوا خليط بين نظام الموسم ونظام البرستيجات. بايش شباب هلف اليوم، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من نهايه الفيديو لا تنسوا تشتركوا في قناتي الثانيه، لانه لما تنزل بلاك اوبس كولد وور راح اعمل بثوث وشروحات على قناتي الثانيه، فشيك اول لينك موجود بالوصف. واتمنى لا تنسوا تعملوا فيديو بزر اللايك وتشاركونا بالتعليقات ارائكم. وبس كان معكم شركيال شركه كيش، كم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.